مع المبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أدم للمسلمين مجدهم وعزهم واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل يا رب. ما ما لي سواك ما لي سواك وكل الناس قد رحلوا. فوضت أمري إلى الرحمن دياني يا رب يا رب قلبي وأنفاسي وجارحتي تدعوك 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 لا شيء ظاهر الجود يلقى ما لي سواك ما لي سواك لحاجاتي وأسئلتي في الدين في دنيتي. رب من للذنوب ومن للكسر يجبره من للذنوب ومن للكسر يجبره من للذنوب ومن للكسر يجبره. ومن إذا قلت يا ومن لذا
لدائي إذا حلت ركائب. ومن لدائي ومن لدائي ومن لدائي إذا حلت أتيتك والدنيا تطوحني والنفس قبل الهوى والظلم آياني. دنيا واستوثقت بالعار واستوثقت بالورى بالإنس والجان. يا صاحب الفضل جد بالفضل مكرمة وكن لعبدك له وادعوك لباني. النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. بهذه الاستهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة أتينا بحضراتكم إلى ختام أمسية الليلة قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم.